أخبار اليوم. مصرف العامية ده يا شغال، وكل السلسلة بقى شدت. يعني دلوقتي عندي مصرف عزبة جلال إبراهيم، ده في مشكلة. مصارف المحيطة، مصرف العمرية 45، سور المعمورة والطريق اللي هو جاي في ظهر المنظرة. ده اللي انا شايفه، ان احنا لازم نركز على المناطق بقى اللي فيها ناس وكثافات وناس غلابة، لان انا بيجي لي رسائل كتير جدا من ناس غلابة على المناطق دي، السيوف وخلافه. اتجهنا بسرعه جدا احنا بعربيات الصرف الصحي التابعه للمحافظه، 10 عربيات عددهم، بعض المعدات، طرمبات رفع المياه موجوده في بعض الاحياء وبعضها مش موجوده عندهم طرمبات رفع، ووجهوا لمكان تجمع المطر. وده حصل بمعرفتي وحصل بمعرفه رؤساء الاحياء. في عربيات توجهنا لمحطات، اولا لقينا كل البلاعات مسدوده، الميه بترجع تاني للشارع.